بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايب المتابعين، صبحكم الله بالخير والنور والسرور. سؤالنا في هذه وهذا المقطع أيضا له علاقة صراحة بنظام التبريد والتسخين، وحدات التبريد والتسخين. والسؤال كالتالي: هل يضر صراحة، هل يضر استخدام وحدة التسخين بشكل دائم في الجهاز أو لا؟ وهذا طبعا هل يضر استخدامه في الوحدة الداخلية أو لا يضر، لأن التسخين صراحة له علاقة فقط في الوحدة الداخلية، لأن لا أحد يريد التسخين في الخارج. فبالتالي هل استخدام وحدة التبريد كهيتر كدفاية دائما باستمرار هل يضر أو يؤثر في الجهاز؟ في رأيي الشخصي، هذا رأيي الشخصي صراحة، عندي وحدة تبريد وتسخين، ولكن لا أستخدمها للتسخين. ولكن بخصوص الناس التي تستخدم هذه الأجهزة، أعتقد أن استمرار أو كثرة صراحة كثرة استخدام وحدات التبريد كوحدة تسخين راح يأثر في الوحدة الداخلية بشكل خاص وليس بالوحدة الخارجية، لأن الوحدة الخارجية صراحة ليست لها علاقة أو لا تتأثر صراحة بالتسخين، لأنها راح تكون باردة، والضاغط لا يضره مثل ما قلت، ما يأثر فيه نظام التسخين، لأن الضاغط راح يظل يعمل بنفس المستوى من سحب وضغط، ويعني بنفس الطريقة ما في أي تأثير. لكن الوحدة الداخلية راح تتأثر بسبب وجود الحرارة، لأن التسخين يولد حرارة داخل الغرفة، وبالتالي ممكن تكون درجات الحرارة في حدود صراحة، يعني ممكن 28 30 درجة، يعني ممكن ما توصل لل 35، زين ما اعتقد انها راح توصل لل 35، ولكن راح تكون الحرارة صراحة مرتفعة، وبالتالي تجاوز هذا، زين في زحمة أمامنا، ممكن يوجد حادث، زين، وبالتالي الله يحفظكم، أعتقد ممكن في صيانة الطرق، زين، وبالتالي استخدامك لوحدة التكييف كهيتر كتسخين راح يأثر، زين، استمرارية استخدامك، لأن الوحدة راح تكون دائما ساخنة، الهواء راح يكون ساخن، المروحة الداخلية راح تكون ساخنة، أو محرك المروحة الداخلية راح يكون ساخن، أيضا الكرت راح يكون ساخن، أسلاك الكهرباء راح تكون ساخنة، الأجزاء البلاستيكية راح تكون ساخنة. ممكن واحد يقول لك لا، درجة الحرارة ما راح تتجاوز يعني أقل من 35، وهذه 35 يعني شيء طبيعي، ممكن ما راح يأثر في هذه الأمور. أنا شخصيا مثل ما قلت، هذه الحرارة هذه حتى لو وصلت 30، دائما درجة الحرارة إذا ارتفعت صراحة 30 فوق 30 ممكن راح تأثر في هذه الأجزاء، راح تأثر في البلاستيك، راح تأثر في المحرك، راح تأثر في الأسلاك، راح تأثر في الكارت، في القطع الإلكترونية. فأنا شخصيا أعتقد أن نعم، استخدام الوحدة بشكل دائم راح يؤثر. أنتوا لكم رأي ثاني، حد عنده تجربة في هذا الموضوع، خبرة في هذا المجال، استخدم الوحدة هذه فترات طويلة، وحدة تبريد وتسخين فترة طويلة خاصة في الشتاء على وضع التسخين، وشاف انه والله وضعها او لا زالت تعمل
بشكل طبيعي ما في أي مشاكل. عمرها الافتراضي أيضا جيد أو طويل مقارنة مع الوحدات العادية، فيخبرنا من باب الخبرة التي تمتلكونها. زين، أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى متعلم مع الجمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وابداء الإعجاب وأيضا النشرة مع أحبابكم. هذا رأيي ولكم آراءكم يا حبايبي. مع السلامة.